اهلا وسهلا جميعا. اليوم انا رايحه الى منطقه كامدن في لندن علشان اقابل صديقاتي، وقلت اجيبكم معاي الى كامدن لانها شوي منطقه مختلفه عن باقي لندن، والناس اللي فيها شوي غريبه والمحلات شكلها مختلف، فقلت اوريكم معاي لانه يمكن مكان ما رحتوه من قبل. انا من قبل قلت لصديقاتي اللي جاوا من السعوديه زياره انه يروحون كامدن يكتشفون الماركت، بس مو مره عجبتهم، فخلوني اوريكم ان شاء الله تعجبكم وخلينا نشوف. اصلا شكله راح القطار لان قعدت اسجل هذا الفيديو 100 سنه، ان شاء الله ما يروح لانه يبغى لي ساعه على ما اوصل، تقريبا ساعه على كل شيء في الحياه في لندن. وكان الهمبرجر وكان مرة ممتاز. يام يام. Exactly. والحين بنروح الماركت وبناكل ايس كريم ووريكم معاي. كامدن ماركت مفتوح من سنة 1974، وفي كل شيء من كل مكان في العالم، من مجوهرات إلى شنط إلى قطع فنية وكل شيء يخطر على البال، ويعتبر من الأماكن التاريخية في لندن. جنب الماركت كان في إسطبل الأحصنة، لكن بعد تحول الآن إلى محلات ومطاعم، والماركت مفتوح يوميا من 10 الصباح إلى المغرب، بس محلات الأكل تظل فاتحة متأخر. كل شيء شفتوه وان شاء الله تقدرون تجون. باي. Don't forget. لا تنسون ان تسوون لايك للفيديو اذا عجبكم، وتسوون وتسوون سبسكرايب.